من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة. من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأمنيات، ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغنيات. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة. نتمنى فقرتنا النهاردة تنال إعجابكم. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة، يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم لأكثر من مليون شخص، وبحسب البيانات فقد ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ليسجلوا أكثر من 1,500,000 حالة شفاء في مختلف دول العالم التي ظهر فيها الفيروس حتى الآن. حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 3,220,000 حالة، كما تخطى حاجز الوفيات بسبب الفيروس التاجي أكثر من 230,000 حالة وفاة بحسب الإحصائيات. منظمة الصحة العالمية: أوروبا لا تزال في قبضة الوباء. وقالت المنظمة الخميس أن أوروبا لا تزال في قبضة الوباء على الرغم من تراجع معدل الإصابات في عدد الدول لا سيما إسبانيا. وأحذر رئيس مكتب المنظمة العالمية في أوروبا من أن القارة لا تزال في قبضة جائحة فيروس كورونا حتى مع تخفيف حوالي 3/4 دول القارة للإجراءات التقييدية. مسؤول أمريكي: سنغرق العالم بلقاح كورونا. وأضاف أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس كورونا، وتستهدف توفير 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري. تجدد الاتهامات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة بسبب كورونا، حيث تجدد التوتر بين بكين وواشنطن اليوم الخميس بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم فيها بكين بالتقاعس عن إبلاغ العالم بمسألة فيروس كورونا بسرعة أكبر، ملوحا بإمكانية اتخاذ خطوات لمحاسبتها، كما رأى أنها تسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية. وفي المقابل ردت الصين التي لطالما أزعجتها تلك الاتهامات الأمريكية نفي الأمر جملة وتفصيلا، وقالت الخارجية الصينية إنه ليس لديها مصلحة في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية. السعودية تفطير 1,000,000 صائم في 18 دولة، حيث بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية خلال شهر رمضان المبارك تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للتفطير في 18 دولة حول العالم، مستهدفة تفطير 1,000,000 صائم، وذلك عقب زيادة المخصص المالية لمشروع تفطير الصائمين إلى 5 ملايين ريال. السعودية تنهي العزل الكلي في القطيف وتحدد الإجراءات، حيث أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية الأربعاء بالسماح اعتبارا من الخميس بالدخول إلى محافظة القطيف شرقي المملكة والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من 9 صباحا حتى 5 مساء. تقرر كذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سبق الإعلان عنها. كورونا يلغي احتفالات مرور 1080 عام على إنشاء الجامع الأزهر الذي بناه جوهر الصقلية قائد المعز لدين الله الفاطمي. فبسبب كورونا ألغى الأزهر الشريف احتفاله بتأسيس الجامع الأزهر، والذي يوافق اليوم 7 رمضان من العام الهجري 1441 ذكرى تأسيسه 1080 عام، حيث كانت مشيخة الأزهر تقيم الاحتفالات المختلفة في هذا اليوم، ولكن نظرا للظروف التي يمر بها العالم فقد ألغيت الاحتفالات، وذلك مع استمرار غلق الجامع الأزهر. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم في ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، حيث شهدت سماء مكة المكرمة تعامد قمر التربيع الأول مع الكعبة المشرفة اليوم الخميس 7 رمضان 1441 الموافق 30 إبريل 2020 حسب تقويم أم القرى في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة. جدير بالذكر أن هذا التعامد للقمر مع الكعبة المشرفة هو الثاني هذا العام بعد التعامد الأول في 6 مارس الماضي،
ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة، حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة، كما فعل القدماء بشكل يضاهي دقة التطبيقات في الهواتف الذكية. وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن اليوم الخميس بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة. وأكدت هالة زايد أن مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بشتى السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد. وتستند الخطوة المصرية إلى إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من وباء كوفيد 19 في علاج الحالات الحرجة لاحتوائها على الأجسام المضادة للفيروس. تونس تعلن بدء تخفيف القيود. وقالت الحكومة التونسية أنها ستبدأ اعتبارا من 4 مايو المقبل تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ويستهدف تخفيف القيود عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة للخدمات الإدارية العامة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن يوم الخميس الماضي تقليص ساعتين من حظر التجوال المفروض في البلاد لأجل كبح انتشار مرض كوفيد 19. بقرار عاجل منع ظهور رامز جلال في الإعلام المصري. وأعلنت نقابة الإعلاميين المصريين منع ظهور الفنان ومقدم البرامج رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل البلاد. وقال نقيب الإعلاميين: أصدرنا قرارا بشأن الخروق التي ينتهجها برنامج رامز جلال الذي يقدم برنامج رامز مجنون رسمي، وبناء على بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ونظرا للضرر الذي تعرض له المشاهد المصري، قررنا منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل الجمهورية مصر العربية لحين تسوية أوضاعه القانونية. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم، قرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. أكرمكم الله ببلوغ شهر رمضان، وأعانكم فيه على الصيام والقيام، وهداكم إلى ذكره بتلاوة القرآن. كل عام وأنتم من الصائمين القائمين، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة. اللهم تقبل منا صومنا الذي صمناه طاعة لك واقتداء بنبيك وعملا بما جاء في كتابك، حرصا منا على نيل رضاك وعلى الفوز بفضلك وإحسانك، وطمعا في عفوك وغفرانك. فاغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل ما ارتكبناه من معاصي وكل ما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الذين نظرت إليهم نظرة الرحمة والمغفرة فغفرت لهم وتجاوزت عنهم وتجليت عليهم بنظرة رضا فرضيت عنهم وأعتقت رقابهم من النار وأدخلتهم من باب رضوانك وأدخلتهم الجنة بسلام. اللهم بلغنا مقاصدنا وحقق فيك رجاءنا واستجب دعاءنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. والآن مستمعينا الأعزاء، حان موعدنا مع الفقرة الدينية، وحديث اليوم يدور حول أهمية أن يصوم الإنسان بقلبه وجوارحه عن المعاصي. فلا يجوز أن يصوم المسلم عن ما أحله الله من طعام وشراب، وأن يفطر على ما حرمه الله مثل الغيبة والنميمة والسباب والشتائم والفاحش من القول وأكل المال الحرام وأكل مال اليتيم. فمن نوى الصيام فعليه أن يتحلى بأخلاق الإسلام النبيلة من الصدق والأمانة والإخلاص وطهارة اللسان وعدم الغش وعدم الاحتكار وعدم استغلال الظروف التي نعيشها بسبب كورونا لرفع الأسعار أو التضييق على الناس. ويجب أن يكون صيامنا خالصا لوجه الله تعالى ونبتغي به رضاه والجنة. حول دور الصيام في سمو النفوس وتزكية القلوب وطهارة الجوارح، نستمع إلى فضيلة الشيخ حسن عبد البصير مدير عام بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اختصارا أريد أن أقول أن الصيام الحقيقي هو أن يصوم الإنسان عن الطباع السيئة التي تغلب عليه. ونحن الآن مطالبين بأن نصوم عن كل طبع سيء. هناك من يغتاب الناس، وهناك من يكذب على الناس، وهناك من يفرق بين الأحبة، وهناك من صامت جوارحه ولم يصم قلبه، لم يصم عن المعاصي بتركها وهجرها والكف عنها. وهذا الحديث هنا كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكي تصوم لابد أن يصوم القلب ويتطهر القلب ويحدث حالة من النقاء وحالة من التقوى وحالة من الصفاء. وهل يليق بالصائم أن يصوم عن عما أحله الله في غير رمضان ويفطر على ما حرمه الله؟ إن الآيات تبدأ بالصيام، كتب عليكم الصيام، وتنتهي أيضا بالحديث عن الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإذا لم يؤدي الصيام الأول وهو الصيام عن الطعام والشراب إلى الصيام الثاني وهو النهي عن أكل الحرام والنهي عن الغيبة والكذب والبهتان، فلا حاجة لنا في الصيام الأول. لابد أن يؤدي الصيام الأول، لابد أن يؤدي إلى الصيام الثاني. ولذا قال أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يكون صيامهم طهرة للأنفس والجوارح وتنزها عن المعاصي والآثام. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. هذا الذي نتحدث فيه يجعلنا نفهم الإسلام فهما صحيحا. العبادات هي رافد من روافد الأخلاق، العبادات رافد من روافد الأخلاق. لو أننا نؤدي العبادة منفصلة عن الواقع، عن التعامل مع الناس، عن الإصلاح بين الناس، عن الإحسان إلى الجار، عن صلة الرحم، عن الإحسان إلى الفقير والضعيف والمسكين والأرملة والمحتاج والمعوز، فما حاجة لنا بهذه العبادة؟ اسمع لهذا الحديث القدسي العجيب يبين لنا شروط صحة الصلاة. ماذا يقول الله عز وجل في هذا الحديث؟ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت
مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكينة ورحم الأرملة ورحم المصاب. وفي الحديث: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وبيت القصيد الذي ينبغي أن نقف عنده مليا وطويلا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كثيرة الصلاة كثيرة الصيام كثيرة الصدقة لكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار، لأنها لم تستفد من هذه العبادة. إنما صاحب الخلق القويم المستقيم هو أقرب الناس إلى الله وأقرب الناس إلى رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، المواطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نسأل الله أن يجمعنا بنبيه ومصطفاه في الفردوس الأعلى. فضيلة الشيخ، وماذا نقول للذين يصومون رمضان ولا يؤدون الصلاة؟ الإسلام لينبغي أن نعرف معناه أولا. ما معنى الإسلام؟ الإسلام أن تذعن لله، أن تخضع لله، إذا أمر تأتمر وإذا نهى تنتهي. يقول الله تعالى في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن الله يأمر نبيه مصطفاه أن يجأر بقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يجب أن نأخذ الإسلام كلا متكاملا، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا ينبغي أن نتبع في أمر ونترك أمر، نأخذ ما يوافق هوانا ونترك ما لا يوافق هوانا. هذه من صفات بني إسرائيل الذين نعى الله تعالى عليهم وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نريد الصيام والصلاة والزكاة والحج والأخلاق والآداب والمعاملات الرقية. نأخذ الإسلام كلا متكاملا ونرفع أكف الضراعات إلى الله أن يزبل علينا سترة وعافية، وأن يعيد للأمة قيادتها وريادتها ووصلها بربها، هو ولي ذلك والقادر عليه. من آلاف السنين كان في ناس اسمهم قوم سبأ، وكانوا بيعيشوا في اليمن، وكانت ملكتهم هي بلقيس صاحبة القصة الشهيرة مع سيدنا سليمان والهدهد. الناس دي كان عندهم جنينتين كبار جدا جدا، لدرجة ان الفاكهة كانت بتقع في الشوارع من طولها، وكانت مغرقة اهل البلد خير ومعيشاهم في نعيم. حتى ان المؤرخين كانوا بيقولوا من كتر الفاكهة كانت ممكن الست تقف تحت الشجرة مجرد ما هي شايلة الوعاء كانت بتتساقط فيه الفاكهة من غير ما تيجي ناحيتها. وحضارتهم كانت من أقدم الحضارات وأقوى جيوش على وجه الأرض، وكان سبب ازدهارهم سد كبير كان على النهر طوله 600 متر عرضه 60 متر وارتفاعه 16 متر، وكان مخزن المية مخلي الجنينتين دول يشربوا ويبقوا زي الفل. وبعدين فجأة حصلت فيه شروخ واتكسر تماما، وحصلت سيول ودمرت كل حاجة وبلدهم بقت خراب. وأي مؤرخ هيقول إن ده طبيعي جدا بسبب عوامل التعرية، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا القصة الحقيقية لما أمرهم إن هم يشكروا لكن هم رفضوا، وده ذكروا في القرآن الكريم في سورة سبأ لما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وفي آخر الآيتين قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وهي دي ملخص الحكاية، إنهم ما فكروش يشكروا ربنا على نعمه. نسيبنا بقى من الأرض وجغرافيتها والزلازل والبراكين والسدود وعوامل التعرية، ونرجع للعصر اللي احنا فيه بالظبط زي ما جه في دماغك: العالم والكورونا. كلنا كنا عايشين في نعم ملهاش حصر، وعمر ما فكرنا نشكر ربنا على نعمة اليوم العادي. كل واحد فينا باصص لغيره، محدش مرتاح ولا بيفكر يشكر ربنا، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الدول. كل دولة باصة للتانية، وكل واحد باصص للتاني. اللي معاه بترول باصص للي معاهوش، للي معاه حريات، واللي معاه حريات باصص للي معاه بترول، واللي معاه ولد عايز البنت، واللي معاه بنت عايز الولد، واللي عنده فلوس عايز صحة، واللي عنده صحة عايز فلوس. كل واحد مش راضي بقدره ولا بنصيبه، وأقصى أمانينا دلوقتي إن احنا نرجع لنعمة اليوم العادي
ومش بس كده، ده احنا نتمنى نموت ونتغسل ونتكفن ويتصلى علينا والناس ما تبقاش خايفة انها تشيلنا. في حد فكر في الأمنية دي طول عمره؟ اللي عنده نعمة يلحق يشكر ربنا عليها كويس ويتعظ من قومه سبب بدل ما تروح منه. السعيد هو اللي يتوعز بغيره، والشقي هو اللي يسيب غيره يتوعز بغيره. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. أهلا بكم أعزائي المستمعين، والنهاردة هنتعرف مع بعض على أعلام المنشدين في الوطن العربي. ارتبط شهر رمضان من سنين كثيرة جدا بفنون التواشيح والابتهالات والإنشاد الديني اللي ارتبط في وجداننا بأيام الخير والبركة. واشتهر في العالم العربي مجموعة من المنشدين اللي أجادوا فن التواشيح والابتهالات لحد ما زادت شهرتهم في أنحاء العالم وأصبح لهم معجبين بالملايين. بدأت التواشيح والابتهالات الدينية في الانتشار في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، وتسمى بعصر المشايخ الأعلام، ومن أشهرهم الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب. ومن أشهر المنشدين على الإطلاق هو الشيخ علي محمود، واللي بيعتبر مؤسس لفن الإنشاد الديني. الشيخ علي محمود هو سيد القراء وإمام المنشدين وصاحب مدرسة عريقة في التلاوة والإنشاد، درس فيها كل اللي جم من بعده من القراء والمنشدين. اتوفى الشيخ علي محمود في 21 من ديسمبر سنة 1946، وساب عدد قليل من التسجيلات اللي بتعتبر تحفة فنية، ومن تسجيلاته هتف الطير ويا نسيم السبا وغيرها. أما الشيخ طه الفشني فتسمى بملك العزوبة، وهو واحد من أعلام المنشدين وأصحاب الأصوات اللي مش هتتكرر في الإنشاد الديني. ومن أعمال طه الفشني أنت للإحسان أهل، اهدي قلبي وخاطري وضميري، بشراك يا نفس، وكن عن همومك معرضا. أما الشيخ درويش الحريري الملقب بأستاذ الأساتيز، وهو واحد من الفنانين العباقرة اللي قطعوا شوط كبير في حياتهم. اتولد في القاهرة سنة 1881 وتوفى سنة 1957. أما الشيخ محمد الفيومي فتولد بحي الجمالية بالقاهرة سنة 1905 وكان كفيف، ربنا سبحانه وتعالى عوضه عن بصره بصوت عذب وأذن مرهفة، أهلوه علشان يكون ليه منزلة وشأن عظيم في عالم الإنشاد الديني. وهو صاحب مدرسة عريقة ومتميزة خرج منها كتير من المنشدين اللي تربعوا على عرش الغناء والإنشاد الديني. ومن أعماله عادة ليالي الفرح ونور النبي وتجلى مولد الهادي. نيجي بقى للشيخ سيد النقشبندي، وكان صوته قوي جدا وأخاذ ومتميز. اتولد عام 1920 في قرية من قرى محافظة الدقهلية. صوته هز مشاعرنا ووجداننا وبيعتبر من أهم ملامح شهر رمضان المعظم. مين فينا ينسى صوت الأذان وأحلى الابتهالات اللي كنا بنسمعها ساعة الفطار؟ الشيخ سيد بيعتبر واحد من أبرز من ابتهله وأنشده التواشيح الدينية. أما الشيخ محمد الطوخي من مواليد محافظة المنوفية سنة 1922، سنة 1946 أطلقت عليه الإذاعة لقب المنشد. والشيخ نصر الدين طوبار بيعتبر من الأصوات بتضرب على أوتار القلوب. اتولد سنة 1920 بالمنزلة بمحافظة الدقهلية في مصر، وتوفى في 6 نوفمبر سنة 1986، وهو صاحب مدرسة متميزة في الابتهالات وواحد من أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ المديح النبوي والإنشاد الديني وأستاذ المدحين، وبيعتبر واحد من علامات شهر رمضان بالإذاعة، وقدم أكتر من 200 ابتهال منها يا مالك الملك ويا مجيب السائلين والسيدة فاطمة الزهراء وغيرها من أجمل الأناشيد الدينية. هيفضل فن التواشيح والابتهالات النبوية والإنشاد الديني مرتبط في وجداننا وفي ذهننا بأحلى أيام السنة، أيام الخير والبركة، شهر رمضان الكريم. وكل سنة وانتوا طيبين. كانت معاكم دعاء حسن. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. رمضان شهر المحبة والخير والبركة، وبيرتبط دايما بالفرحة في كل العالم، بس في مصر رمضان دايما بيكون له طعم تاني. رمضان في مصر بيختلف عن جميع البلاد، وده لأكتر من سبب. أولهم إن كتير من الطقوس المعروفة عن رمضان ظهرت أولا في مصر وبعدها انتشرت في
في باقي العالم العربي، زي الفانوس أيقونة الشهر الكريم واللي بيعبر عن حلول الشهر الفضيل، وبنزين به بيوتنا وشوارعنا وكمان المحلات تعبيرا عن الفرحة برمضان. بدأ الفانوس في رمضان من زمان قوي، أيام الدولة الفاطمية، وكان بيضاء به الشوارع والبيوت طوال الشهر الفضيل، وتحول من بعدها إلى عادة رمضانية، وبعدها أصبحت تعبيرا عن قدوم شهر رمضان مش بس في مصر وفي كل العالم لحد النهاردة. من الرموز الشهيرة كمان في مصر مدفع رمضان اللي بيعلن عن موعد الإفطار في المغرب أو الإمساك عن الطعام قبل الفجر. بداية الطقس الرمضاني ده كانت صدفة لما قرر والي مصر في وقتها في العصر الإخشيدي إنه يجرب مدفع جديد، وصدف أن الطلقة الأولى كانت وقت غروب الشمس في أول رمضان عام 859 هجرياً، ليفاجأ الوالي بتوافد شيوخ وأهالي مدينة القاهرة على قصره ليشكروها على إطلاق المدفع في موعد الإفطار، وده لأنهم ظنوا أنه أراد تنبيههم لموعد الإفطار، ومن بعدها استمر إطلاق المدفع كل يوم. الشوارع في مصر كمان بيكون لها طعم خاص ومختلف عن بقية السنة، بتكون مليانة ألوان وزينة وفوانيس، وكمان بتكون مليانة ببياعين الكنافة والقطايف، وكمان بياعين المشروبات الرمضانية. أما بقى المسحراتي فهو شخصية شهيرة جدا في مصر وموجودة في كل شارع، ويقتصر عمله فقط على المرور في الشوارع قبل مدفع الإمساك لتنبيه الناس وإيقاظهم للسحور طول الشهر الفضيل، ويعود في أواخر الشهر لجمع العيدية. كمان بتتملى الشوارع في مصر بموائد الرحمن، وموائد الرحمن هي موائد للأكل المجاني، وبيعملها أهالي كل منطقة عن طريق التبرعات سواء بالأكل أو الفلوس أو المشاركة، وبيتجمع عليها الكل مسلم أو مسيحي، كلنا واحد وبنفطر سوا من نفس الأكل. يمكن السنة دي اختلفت بعض العادات شوية بسبب الظروف اللي بيعيشها العالم، بس لسه رمضان مميز في مصر وخاصة في الأكل، ولسه طبق الأكل بيتنقل من بيت لبيت وما بيرجعش فاضي أبدا، ولسه كوباية الشاي كتر خيرها بتظبط المزاج وبتهدم كل ده، ولسه مصر حلوة ورمضان بيحليها أكتر، ولسه رمضان شهر البركة مش بس في مصر وفي كل الدول العربية والعالم كله. شكرا لاستماعكم، كان معكم محمد صبري من قلب مصر المحروسة، وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة. ومكملين في سلسلة العادات الرمضانية اللي تربينا عليها، والنهاردة هنتكلم عن أساس سفرة رمضان في العالم العربي بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة، وهو اليميش. مفيش حد فينا مش بيفطر على كوباية الخشاف المتينة اللي مكوناتها الأساسية يميش رمضان. واليميش بدأ من زمان قوي في عصر الفراعنة، لما كانوا بيزوروا معبد دندرة ويمشوا على رجليهم في الصحراء كانوا بيصطحبوا معاهم قرابين عبارة عن فواكه مجففة من الزبيب والتمر والجوز واللوز، والقرابين دي كانت مقدمة لإله عند الفراعنة اسمه الإله بس، واللي كانوا بيعتبروه إله التسالي والرأس والموسيقى، وكانوا بيعتبروه الإله الحامي للأطفال وطارد الكوابيس والعداوة والأرواح الشريرة، والستات كانت بتحتفظ بيه في صندوق التجميل الخاص بيها لأن في منهم كانوا بيعتبروه إله الجمال. وفي عصر الدولة الحديثة وبالتحديد في العصر الفاطمي كانت التسالي اسمها القيس، وفي العصر العثماني تطور ظهور اليميش على أيديهم، وأصل كلمة يميش تركي بمعنى يامش، اشتقت عندنا من اللهجة العامية من معنى كلمة يمشي، وجات من يمشي لأن التسالي الناس كانت بتفضل تاكلها وهي ماشية. واليميش كان بيتباع في وكالة قصون بشارع النصر، وده كان خلال القرن الثامن الهجري والأربعتاشر ميلادي، وبعدين انتقل لسوق الجمالية، وبعدين وكالة البلح ببولاء أبو العلا وساح الروض الفرج، والأطباء أثبتوا القيمة الغذائية للفواكه المجففة لليميش وإنها مفيدة لمرضى الأنيميا وبتقلل الكوليسترول، وغنية بالمغنيسيوم والنحاس والفوسفور وفيتامين ألف و وجيم، ومفيدة لصحة القلب والمرضى السكر. والمصريين ما اكتفوش بأكل اليميش،
لكنهم عملوا منه كمان الخشاف، وده عبارة عن مشروب مصنوع من مية وسكر وفيه كل الفواكه المجففة من تمر وتين وأراسيا، اللي هو البرقوق المجفف والمشمش. وكلمة خشاف كلمة معربة من أصل فارسي بمعنى خوش أب. وبكده تبقى خلصت رحلتنا النهاردة مع يميش رمضان. ورمضان مهما عند عليه الزمن ليه جماله وجمال عاداته، ومهما كبرنا أو اتغيرنا أو سافرنا هتفضل ذكرياتنا نفتكره بيها وبذكريات زمان. شيرين سليمان. في أسئلة كتير شائعة حول فيروس كورونا وبيحصل تضارب في الإجابات عليها. دلوقتي هقدم لكم إجابات لأكتر الأسئلة الشائعة دي. أولها، شهر رمضان الكريم جاي علينا السنة دي في أجواء غير مألوفة علشان فيروس كورونا اللي أثر على كل جوانب الحياة. وأكتر سؤال دلوقتي، هل ضروري شرب المية وأكل أطعمة مغذية في نهار رمضان؟ وإن الصيام هيأثر على زيادة العدوى؟ وجه الرد من الجانب الديني من الأزهر الشريف بالتأكيد إنه لا يوجد رخصة للإفطار بسبب كورونا، وإنه لا يوجد دليل حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بالفيروس، وعدم إصدار فتوى بإفطار رمضان إلا في حدود الرخصة الشرعية لأصحاب الأعذار والمرضى، وإن الحديث الشريف بيقول صوموا تصحوا. ومن الجانب العلمي أكد الأطباء إن الصيام غير مؤثر أبدا على انتشار العدوى أو إصابة الأشخاص، لكن كمان لازم بين الفطار والسحور نكتر من شرب المية والمشروبات الدافية. والسؤال اللي كلنا بنسأله الفترة دي، هل الفيروس هينتهي بارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف؟ لكن للأسف الإجابة لا، الفيروس بيفضل موجود في درجات الحرارة المرتفعة إلا إن عمر بقاؤه على الأسطح بيقل، ده اللي بيقوله العلماء حتى الآن. طيب إيه هو عمر الفيروس على الأسطح؟ الفيروس ممكن يفضل معلق في الهواء لمدة من ساعتين لثلاث ساعات، وعلى الأسطح الصلبة من يومين لثلاث أيام. وكمان الفيروس ممكن يعيش على الملابس والأنسجة لكن حسب نوع القماش، يعني الفيروس بيعيش على البوليستر لفترة أطول من الأقطان علشان الأقطان خامتها مسامية وقابلة للتنفس، لكن على الأحذية ممكن يفضل لمدة 5 أيام أو أكتر. علشان كده واجب تنظيف الأحذية بالمنظفات والمطهرات بعد كل خروج من البيت. وكتير من الأمهات بيسألوا هل المرض ينتقل من الأم الحامل المصابة بالفيروس للجنين؟ العلماء أثبتوا أن الفيروس ما بيتنقلش من الأم للجنين عبر المشيمة، لكن ممكن يتنقل للطفل بعد ولادته لو حصل له اتصال مع شخص مصاب أو اتصاله بسوائل الأم أثناء الولادة. علشان كده الأطباء بيوصوا بالولادة القيصرية. وهل بيتنقل من الأم للطفل أثناء الرضاعة؟ برضو الإجابة لا، لكن بشرط اتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم، يعني الأم تحافظ على تعقيم نفسها والمكان حواليها وطبعا نظافة طفلها. السؤال اللي بعد كده، هل يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء؟ الإجابة أيوة، لكن في حالات قليلة، يعني لو الهواء حامل لرذاذ من كحة أو عطس لشخص مريض ممكن يلتقطها حد سليم، لكن طريقة الانتقال في المقام الأول هي عن طريق لمس الرذاذ ده أو دخوله للشخص السليم عن طريق الفم أو الأنف أو العين. سؤال كمان، هل أنا لازم أقلق من الإصابة بالفيروس؟ الإجابة بشكل عام، لو أنت بتاخد بأسباب الوقاية والنظافة والتطهير والبعد عن التجمعات والبعد عن الأماكن الموبوءة يبقى ما تقلقش، حافظ على مناعتك وحافظ على صحتك النفسية لأنها شيء أساسي في قوة مناعتك اللي أنت محتاجها دلوقتي لمواجهة فيروس كورونا وكل الأمراض. ربنا يحفظنا من كل الأمراض والأوبئة. دمتم بصحة وسلامة وكل عام وأنتم بخير. كانت معكم أميرة مدح. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. أهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان. فقرة النهاردة هي فقرة هتجمع بين حاجة هتحصل بكرة بس كان سببها حاجة حصلت من سنين كتير. بكرة يوم 1/5، اليوم ده هو يوم عيد العمال. اليوم ده بيعدي على ناس كتير جدا. في ناس بالنسبة لها اليوم ده يوم أجازة عادي، هيخرجوا هيتفسحوا أو على الأقل هيريحوا، المهم إن هو يوم أجازة وخلاص. لكن في ناس تانية بيكون اليوم ده مميز جدا عندها وبتحس بوجودها وأهميتها في اليوم ده. دول كتير في العالم بتحتفل باليوم ده وبتعتبره أجازة رسمي زي مصر، لكن للأسف
في دول تانية لسه مش بتحتفل بيه. كتير مننا بيسأل عيد العمال ده أصله إيه أو جه إزاي أصلا. في 1869 اتشكلت منظمة اسمها منظمة فرسان العمل. طيب هي إيه حكايتها وابتدت إمتى؟ كان في مجموعة عمال في ولاية في أمريكا اتجمعوا علشان كانوا رافضين أوضاع معينة زي الأجور اللي كانت منخفضة جدا، وكمان عدد ساعات العمل كان كتير قوي، فكانوا بيطالبوا بتحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل. وفي كل 1 مايو من كل سنة كانوا بيجددوا المطالبة بحقوق العمال لحد لما وصلوا لأول مايو 1886. حصل في تاريخ أمريكا اضطرابات عالمية كتير جدا في يوم واحد، وصلت ل5000 اضطراب، واشترك في المظاهرات حوالي 340 ألف عامل. وبعد كده اشترك عدد كبير من العمال في دول أوروبا للمطالبة برضو بحقوقهم، وإن هم عايزين قانون يحدد ساعات العمل وتكون 8 ساعات بس. أما في مصر ففي سنة 1924 عمال اسكندرية عملوا احتفال كبير جدا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، وبعدين مشيوا في مظاهرة ضخمة. لكن مع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجي للحركة العالمية، ابتدى ان يكون للمناسبة شكل رسمي، وان رئيس الجمهورية يقدم خطاب سياسي. وصدر أول قانون بيعترف بالنقابات في مصر كان سبتمبر 1942، وهو قانون رقم 85 لسنة 1942. وفي النهاية بنوجه رسالة شكر لكل عامل قدم من قلبه بجد علشان غيره. شكرا لكل عامل بذل جهد عظيم تجاه الوطن وما بخلش بيه، لأنه حقيقي أنتم أساس البلد دي. شكرا لعمال مصر ولكل عمال العالم. يا مساء السعادة أعزائي المستمعين، كل سنة وانتم بألف خير. أهلا بكم من جديد وفقرة أخبار خفيفة. أخبارنا النهاردة أخبار لطيفة. بسبب ملل كورونا فتاة تعلق داخل غسالة ملابس. أرادت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 18 عاما أن تقضي وقتا ممتعا يبعد عنها بعض الملل، لكنها عوضا عن ذلك وقعت في مأزق صعب وإن كان لم يخلو من الطرافة. وبدأت القصة عندما كانت الفتاة إمري دانس تلعب مع بعض أبناء عمومتها الصغار لعبة الاختباء والبحث أي الاستغماية في منزل زويها في ولاية فيرجينيا الأمريكية. ولم تجد الفتاة مكانا مناسبا بحسب ظنها سوى أن تختبئ داخل غسالة ملابس في الطابق السفلي قبل أن تدرك أنها أصبحت عالقة ولا تستطيع الخروج. وعلى الفور هرع أفراد العائلة إلى الاتصال بخدمات الطوارئ بعد أن سمعوا استغاثة الفتاة المسكينة، لتصل فرقة إنقاذ مكونة من 6 أفراد بعد دقائق. وبينما كان رجال الإنقاذ يؤدون واجبهم، قامت إحدى عمات دانسي بتصوير ما يجري قبل أن تنشر المقطع المصور على حسابها في موقع إنستغرام. وبحسب صحيفة ديلي ميل، يظهر في المقطع المصور رجال الإطفاء وهم يرتدون قفازات وكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما كان أحدهم يسأل إمري فيما إذا كانت تستطيع تحريك أصابع قدميها. واستطاع 4 من رجال الإنقاذ إزالة الجزء العلوي من الغسالة لتوفير مساحة كافية لسحب الشابة المرهقة إلى الخارج بأمان. وبعد أن كانت إمري تتذمر من الموقف المحرج الذي وضعت نفسها فيه، عادت لتقول بلهجة لا تخلو من الفكاهة أو الطرافة: كان أمرا محرجا للغاية، لكن كل ما يمكنني فعله الآن هو الضحك. أفراد عائلتي ضحكوا أيضا، ولكن طالما أنا بخير فهذا كل ما يهمني. من جانبها أوضحت عمة دانسي أن الحادثة تحذير للآخرين الذين يبحثون عن طرق غير عادية للتغلب على الملل وسط أوامر البقاء في المنزل المعلنة حاليا في معظم أنحاء أمريكا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. شركة تثير الجدل بصناعة كمامات من جلود الثعابين. انتشرت في الآونة الأخيرة كمامات للوجه صنعت من جلد الثعابين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بشأن الإقدام على هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال بيريان وود مالك إحدى شركات صناعة المنتجات من جلود الثعابين، سيتعين على الناس تغطية وجوههم هذه الأيام، ولسوء الحظ قد يستمر الوضع لفترة أطول مما كنا نتخيل. وأضاف مالك الشركة التي تتخذ من ولاية فلوريدا مقرا لها، بعض الناس يريدون الظهور بأزياء مميزة حتى خلال فترة تفشي الوباء، لذلك أريد أن أقدم لهم الخيارات. والكمامات الجديدة مصنوعة من جلد ثعبان يسمى الثعبان البرمي، وهو نوع من الثعابين المعروفة بشرستها في الغابات التي تنتشر فيها. ويقول الخبراء إن قناع الوجه المصنوع من جلد الثعبان لا يوفر حماية مقارنة مع الكمامات العادية الأخرى، لكن سعره يفوق بالطبع أسعار الكمامات الأخرى. وأوضح وود إن بعض الأقنعة قد تأتي مع نظام ترشيح مثل القناع الطبي N95 الذي يمنع الجسيمات الصغيرة جدا المحمولة جوا من الدخول إلى الجهاز التنفسي للإنسان، ويستخدمه العاملون في القطاع الطبي حاليا. بتمنى الفقرة دي تكون عجبتكم، استنوني كل يوم 2 وخميس الساعة 12. أنا بسمة محمد. مستمعين الأعزاء، وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقرتنا ورحلتنا النهاردة، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله. ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضاء أجمل الأوقات. وهذه أرق تحياتي، كان معكم من القاهرة مجدي فكري.